انا خسرت من مباراه الزمالك بتاعه السوبر الافريقي، ايوه استعدت قوتي في مباراه السوبر المصري بالظبط، رجعت نفسي تاني، لازم كل تعثر فوقان. نعم. استاد الرعب بتاع النادي الاهلي بيستغله كويس قوي، يمكن دي كانت احد اسباب كولر كان بيقول لك انت ما تودنيش في ملاعب ضيقه ما بعرفش انفذ شغلي فيه. يمكن النادي الاهلي لغى التعاقد في استاد سلام وجه لاستاد القاهره، ويمكن كان كولر بيقول لك كل ما الملعب بياخد راحته، اتكلمنا مع الكابتن وليد عبد الوهاب في الموضوع ده، انا هبقى المستفيد ان الملعب هيبقى بيديني الاريحيه بتاعت اداء لاعبتي. النهارده هو كان ذكي بيتعامل بثلاث ثوابت، لاعبته وثباته للماتش اللي قبليه من مباراه سيراميكوس ومباراه الزمالك، والنهارده الدعم اللي كان موجود واستغلال الفرص. هنتكلم بقى، مش كل مره هتجي لي اربع خمس فرص ما استغلش منهم واحده، جالي ثلاث اربع فرص استغلت الاولى اللي ما حدش كان يتخيل ان المدافع بتاع العين يعمل رجوع للكره في المسافه دي، يعني هي ثلاث خطوات وسمع وسدد. بعد كده الضغط هو هو، اهم حاجه النادي الاهلي استعاد روح الاداء، روح الاداء الجماعيه، انكار الذات، كل اللعيبه كانت اللي موجوده بتنفذ المطلوب على اكمل وجه. اعتقد ان المكسب ده شيء معنوي كبير جدا. كولر حاصد لغايه دلوقتي ال 11 وداخل على ال 12 بطوله ليه. اللعيبه يعني تخيل ان رامي 27 بطوله، السوليه 23، معلول 23، امام 6، يعني خلاص انت عرفت منصه التتويج راحت فين. لا في لقطه النهارده لو تتعاد 100 مره تشوفها محدش خد باله منها، وهو دكتور اشرف صبحي والاستاذ جمال علام وهم بيسلموا، وطبعا كابتن هنا بريده بيسلموا الكاس، في لقطه جت وكابتن خطيب ماسك الكاس بيقول للشناوي ايه ده، هي تخيل ان الكوره اللي جوه لونها احمر، هات اللقطه دي بلغه الشفايف. ولقطه قالها فايلر، قال لك ذكاء من كابتن الفريق، كان فايلر موجود النهارده في احد القنوات بيتكلم، بيقول لك من الذكاء ان اللاعب وكابتن فريق النادي الاهلي ينكر ذات لعيبته بالكامل ويقفوا موجودين كلهم على جنب ويسلم الراجل اللي ضغط على نفسه كتير واستحمل كتير لاسم النادي الاهلي وسلم الكاس اللي يعمل اللقطه دي كابتن محمود. كابتن محمود هو الشيء اول اللي رفع، هو اللي شال الكاس، الشناوي كله وقف ورا بعض ما عدا الشناوي وقف على جنب قال له يا كابتن انا تعمل انا اللي بعملها، لا هتعملها انت بقى عشان اللعيبه تحتفل معاك، انت الاصل الموضوع. أيوة. فاللعيبه كلها احتفلت ده للكابتن محمود، لقطه بتكرر مره ثانيه. اللقطه الاولى كان وليد سليمان ركبوا كل الميداليات او علقوا كل الميداليات للكابتن محمود، هو واضح ان في امتنان دايما من لعيبه النادي الاهلي، واضح ان في علاقه جيده جدا تجمع ما بين الاب والقائد. طبعا كابتن محمود الخطيب صاحب التاريخ الطويل جدا مع الكوره المصريه والافريقيه، وطبعا هو طبعا محمود الخطيب الاسطوره طبعا الكبيره جدا في كره القدم المصريه، بس هو مش علشان هو كان نجم كبير وكان لعيب كبير وكان اسطوره حقيقيه في كره القدم كلاعب، ولكن هو كرئيس للنادي الاهلي ودوره في احتواء اللعيبه والمشاكل وانه بيتدخل في الاوقات المهمه جدا، وقربه من اللعيبه يا كابتن، واحنا بنشوفه يعني كابتن محمود بيبقى قريب جدا مش في الفوز بس او المكسب، بالعكس احنا بنشوف احمد جمال هرجعه اربع حلقات يعني جمله مره بالعكس قال ان واحنا قاعدين بنتكلم في الحلقه بقول له كابتن محمود رب البيت وهو مش موجود وهو قاعد مع اللعيبه بيتكلم، يعني تخيل محاضرته قبل مباراه سيراميكا، محاضرته قبل مباراه الزمالك، محاضرته واستقباله اول تمرينه في الاستاد امبارح بعد فتره الصيانه، كان موجود اول واحد بيكلم لاعب وهو داخل الملعب بالظبط. دي في حد ذاتها انت احمد قلت كلمه جميله قوي، حكمه ان احنا لما نبقى معاك حد بتعمل له 1000 مليون حساب وانت واقف قدامه مش عايز تزعله، مش انت عايز ترضي نفسك اولا، لا مش عايز تزعله، عايز تثبت له ان انا اقدر اعمل كل حاجه والنصيب والتوفيق ده بتاع ربنا. هم اللعيبه عملت كده النهارده، هو بيحضن اللعيبه في منصه تتويج، مش كان السلام بيبقى نص اتجاه بالكتف يلمس الكتف، لا النهارده بيحضن الشناوي قوي وبيحضن يحيى عطية الله وبيحضن اشرف داري وبيحضن كهربا وبيحضن امام عاشور. الفتره اللي فاتت كان في ضغوط كتير يا كابتن عمرو، يعني بالزبط. بعد البطوله بالذات اللي خسرناها من نادي الزمالك كان في ضغوط على الكابتن الخطيب بشكل كبير، وكابتن رمضان قالها النهارده بالظبط، فهو يعني قال لك يا جماعه احنا ما عملناش حاجه، احنا عايزين نسعد الناس اللي قاعده حوالينا دي اللي هي السبب في ان احنا دلوقتي ادائنا ثابت وامكانياتنا باينه. هي لعل ان احنا نقول ان كان ماتش السوبر الافريقي بالنسبه للنادي الاهلي كانت صدمه لجماهيره وصدمه لادارته،